السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب قلبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ يا رب بخير. رجعت لكم فيديو جديد من لعبة لايف افتر. صار هواي ما منزل لكم عن اللعبة، بس تعرفون يعني الدعم شوية قل، المتابعين لايف افتر يعني تقريبا انتهى، والشركة ما تساعد يعني وتدعم، يعني مثل ما نقول الامور تعبانة. فهسه اليوم رجعنا لكم فيديو جديد من اللعبة. اذا شفت الدعم حلو، شوف التفاعل حلو على الفيديو، هو شلون يصعد الفيديو؟ لازم يكون عليه دعم، تعليقات، لايكات، حتى يصعد الفيديو ويحصل مشاهدات اكثر. اذا انت تباوع وتطلع وناس تباوع وتطلع وما حد يعني يدعم او شيء، شلون يظل واهز حتى انزل لكم فيديوهات عن اللعبة؟ المهم خلونا نشوف شوية التغييرات اللي اجت باخر تحديث من اللعبة. قبل ما ابدا اشرح، لا تنسون دعمكم، لا تنسون تنضمون لجروبنا على الفيسبوك خاص بلايف افتر بانداون، وعندي قناة على التيك توك حاليا بس انداون، بس اشوف اذا اكو تفاعل اكو شي انزل عليها كذلك لايف افتر، الروابط كلها موجودة بالوصف. فهسه يا شباب خلينا نبلش. اول شي عندنا المهمات تغيرت، مع العلم الشباب انا يعني جاي العب يعني اللعبة، بس يعني مو مثل قبل يعني العبها كل يوم، ماكو ما يمر يوم اذا ما العبها، اسوي مهمات، اسوي صناديق الدايرة. فشباب عندنا بالنسبة للمهمات، المهمات مثل ما شفتوا كلكم اتغيرت عندنا. السراويكم خلينا نروح لهنا، يعني تغيرت، صار تقدر تلعبها مع تيم، تقدر تلعبها بمفردك، مهمات جديدة وشغلات بها الشغلات، يعني مو فقط مهمات، اكو شغلات تحصل منها مثلا جواز او شيء عندك. هاي هنا شباب بالنسبة للمهمات الجديدة، هذا مكانهن. اذا تريد تسوي تيم من هنا تروح دول مهمتين اتوقع. المهم احنا خلينا نروح على هذا تقدر تسويهم بتيم وتقدر تسويهم بمفردك. اذا تريد تروح يعني وحدك، تدخل على هاي، تدخل من هنا تضغط جوي يوديك مباشرة للمهمات فتسويهن وتخلصهن. واكو شغلات يعني من صناديق بحث، او شغلات يعني تكسر حجارة ينطيك موارد تبدلها بفورمولا، وبعدها السراويكم المختصر. هنا عندك شباب المهمات، من هنا تروح، مو هذا، عد هذا، فتضغط على كيك تو، ها هاي دقيقة دقيقة، هسه مش القطار. انا ما ردت هاي المهمة، يلا خليني نلعب القطار لان هاي المهمة شوية تطول. اكو لا يوديك مباشرة، انا بتروح مباشر او هيك شي راح يشيلوها يشمروها. دبونا هسه هذا المعقل بسانتا بان، اي نفس الشي هو هسه حاليا ضافونا تيم ولا نفس الشي. شباب تريد تروح قبل، بس الافضل تروح منها قبل، يعني الا لا انت تريد تروح منها تنتقل على جو، راح يجيبك مباشرة لهنا، تجي تستلم المهمات منها، تضغط على موافق. عندك هنا أنا هاي الموارد اللي تحصلها تقدر تبدلها بفورمولا. شوف هسه الموارد مثلا لان 3 ضفت، خلينا نشوف جد نطلع دقيقة ليش ما نطلع. انا واصل الحد الاسبوعي للفورمولا، كل اسبوع تقدر تحصل 40 من هنا، انا هسه واصل الحد شافوا ذني، فما اقدر يعني ما اقدر احصل شيء. خلينا نروح نسوي المهمات ونشوف الاضافات مال الابراج، شنو اضافه وشنو ما اضافه. هنا عندك هذا الضوء اللي قدامكم، طبعا اللاعب يركض سريع، وين هذا الضوء شفناه؟ هذا مطالب منك مساعدة، تساعده شي يريد. give them give the key. هسه نجي نفتح الصندوق، هذا هو هذا اللي يقلكم تبدلوه بفورمولا، ويجيك مرات على اشكال حجارة او طير، يعني على يم الطيور تقدر تروح، اكو يعني طيور على الارض مبينين، اكو يمهم صناديق يعني انت تشوفهم، واكو يعني هيمب هم تاخذه، نوع من انواع الهيمب. هذا عندك كم صندوق شوفوا، بس المشكلة انا واصل هسه الحد الاسبوعي،
تحصل 40 فورمولا كل أسبوع. هاي شنو؟ كل فينا نروحهم 40. نروح على المهمات، وتقدر انت اذا ما تريد هذن المهمات تقدر تسوي لوحات، اذا ما تريد لوحات تقدر تسوي مهمات القارب. يعني انت مخل بس مهمات القارب صايرات يعني كلش تعبانات، تأخرك كلش. ويعني لازم ماكو قيادة اوتوماتيكية، ما اعرف اكو خلل او هم يجبروك، يعني سووا هيك حتى يجبروك تلعب هذن المهمات. جيب هسا هاي اول مهمة، تقتل هذول عندك الحلوين. شنو هاي؟ ليش موت؟ شو ما يموتون هذول؟ شنو السالفة؟ عدنا يلا. هسه هاي اول مهمة كملت، تجي تفعل هذا الصاروخ، ما ادري جهاز ارسال ما اعرف شنو. ريبير يلا. هسه هاي عندكم المهمة الاولى كملت. اللاعب هم حلو، خليه سريع يعني ما يعطلك. شوف شباب هذن الصخور هم تحصلون بهن شو يسمونه، هن من هذا اللي تبدلوهن في فورمولا. انا حاليا يعني ما اخذ الحد الاقصى، فلهيش ما اقدر اخذ بعد. هنا عندك يقول لك اطفئ الحريق، مبين هو ما دام هاي اطفئ الحريق. تجي لهنا، خذنا الطفاية. استغفر الله، خلناها هاي طفت، حتى النار طفت، احترقنا. طف النار، طف هاي بعد. هسه هاي المهمة عدنا كملت، نعوف الباقي النار، نروح للمهمة اللي وراها. ضافوا عندنا شباب بالأبراج، ضافوا يعني الأبراج مع القطار، ضافوا قنابل يدوية. هسه هم نشوفهم، وهم يعني لازم تطورهم وكذا، يعني مو بس هيك. هاي شنو هاي؟ ريد لتر. شال من جيت لنا اللعبة يعني أكيد لايف أفتر ترى أحلى من أنداون، بس الإقبال والشهرة صارت الأنداون. يعني الدعم راح يكون شوية، يعني لعبة جديدة وهاي راح يكون الدعم شوية أحلى. عرفت ليش ما جاي أنزل لايف أفتر؟ يعني هاي جاي أنزل ويعني أنزل وأتعب، وهاي الثار لا اللاعبين لا المشاهدين يعني يدعموك، ولا اللعبة تدعمك. اللعبة تدعم مو مثل قبل، قبل كانت تدعم، تنطي جوائز، تنطي شغلات، هسه ماكو. وطبعا اللي يعني اللي الأجانب اللي عندهم يعني آلاف المشاهدات وهاي على فيديوهاتهم يحصلون دعم. بس هسه شنو قلت لكم، اللعبة إذا مشاهدات قليلة أو شي ما راح تدعم اليوتيوبر أو صانع المحتوى، فما ادري نشوف شلون يصير. يعني هسه التحركات يعني ماكو، يعني ماكو مقارنة مع الانداون. تحركات لايف افتر يعني افضل بمليون بالمية، السرعة السلاسة. هناك تحس اللاعب شوية مقيد يعني، بس مع هيج اكو هم هناك شغلات احلى من لايف افتر. وتجي سالفة الشحن، اللعبتين يحتاجن شحن. انداون ترى انتم شفتوها بالبداية ماكو شحن، بس هسه يعني ومنا ورايح تحتاج دعم اكثر من شحن، تحتاج اكثر من لايف افتر بهواي. يعني حتى اغلب اللاعبين، مو اغلب اللاعبين وانما هواي لاعبين تركوها بسبب سالفة الشحن. وعدكم سالفة بعد السالفة مو حلوة بانداون، عدكم كل هسه كمل المهمات، كل 10 ليفلات لازم تصنع أسلحة جديدة وتشتري أسلحة جديدة. ولازم أكو بيهن، مو بس تصنع، لا أكو بيهن يعني ذهبيات لازم أما تشتريهم أو تظل تصنع، تحاول لما يعني تصنع 20 30 سلاح 40، ما تدري يجوز من أول مرة يطلع لك أنت أو حظك. فهنا هاي من الأسباب اللي مو حلوة بأندام.
لايف افتر ما جاي اعرف ليش ما جاي تتصرف، يعني ما جاي تشهر اللعبة، ما جاي تدعم اللعبة، يعني هي ما عليها اقبال، يعني ما جاي يصير عليها اي اقبال. هناك عندكم صندوق ذاك هناك اللي يريد يطفي النار وياخذ، انا مفول هسه. هسه نجي للابراج، عندك هذني الابراج، خلينا نروح الخريطة حتى نجربهن على الزومبي وكذا. اجيت انتحر حتى ارجع للبيت بسرعة، شو قفزت هنا انا ما متت، شافوا حاشين الراكون علينا ولكم غير بركان هذا، والله ما ادري شكلكم، يعني حتى هنا أنا ما جاي يموت اللاعب، شنو هاي؟ لازم ترجع للطيارة. زين ما كنت انتقال سريع، خلينا نرجع بالطريقة التقليدية. شو نسوي؟ تعرفوها الطريقة التقليدية مو؟ سيلف جمب. بس انا ما جاي افتهم ليش ماكو انتقال، يعني حتى على هذا ما جاي ينتقل هسه، اذا نضغط هاي ينتقل، ما جاي ينتقل، شغل ما جاي ينتقل ابد. كمل السولف جام. هسه هنا نجي هنا، شنو عندنا؟ هذا صندوق باندج. عندك هنا ذخيرة حاطي لك، هنا عندك صندوق مدري شنو. هسه ذنك كمل المهمات، شوفوها كذا إشارة كومبليت. هنا أنا عندك شو اسمه الشحن، هنا عندك شباب، هن هذن مال الأبراج اللي هن هذول هنا حاطين، شوفوهن. ضافوا عندنا هذا الجدار اللي هذا يستخدم ضد، يعني لاعب ضد لاعب، تقدر تستخدمه بنانسي بالأرينا. يعني هاي اللاعب فكرته حلوة، هو مو فكرة جديدة، يعني موجودة باقي الألعاب، بس يعني كإضافة لايف أفتر إضافة حلوة تفيدك، يعني تحتاجه. وأكيد يعني ما تقيس التمنهج، لازم تطورهم ولازم تصرفوا عليهم حتى تحصل. شو عندكم هاي البطاقات؟ هم موجودة مهمات وكذا تقدر تحصلها، وكاتب لك هنا من التريننج اكستشنج، من الماركت مال التريننج. هنا عندك مثل هاي تطورها، هاي تطورها، انت تطور. عندك هذا الجدار، شوفوا يعني فكرة حلوة، إضافة حلوة، تقدر تستخدمه ضد لاعبين، تقدر إيه هو ضد لاعبين، يجوز يصير بيه جلتشات مثلا بالمهمات بعدين تطلع. عندنا هذا الجدار، عندك إضافة وقنابل هم كذلك، عندك هاي القنابل. لأن مجموعة قنابل، هاي آيس يقول لك هي من بين قنبلة ثلجية، هاي سموك بوم دخانية، هاي القنبلة الاعتيادية. لان ضايفين لك عندك فخاخة مضافة، لان العاديات موجودات مالات القديمات يعني. بعد شنو عندك؟ هاي هم قنبلة. عندك هذا مدفع، يعني مثل ما نقول اذا بجليد هيك يأخر، يعني يأخر الزومبا او اللاعبين الايس. هذا عندك كذلك، هذا مثل منجنيق، مو قوس وانما منجنيق قذف. عندكم هذن هنا من بين هذا النفخاخ، جزء يعني ممكن فخ كهرباء او شيء، ما جربت انت هسه. عندك هسه هنا ماكو زومبي، شراويتكم شوية بس ما اقدر بعد، يعني الفيديو صار طويل ما اقدر اضيف بعد. هذا عندكم المنجنيق يرمي القنابل وكذا، خل الوردة. وهنا عندكم وحش، هنا يكتب لك اوقات الوحش، كاتب لك بعد 11 دقيقة واثنين، هاي 11 دقيقة و19 ثانية. خلي اشوف، راح اوقف الفيديو احتمال واصور لكم فيديو الوحش. يلا شباب اشوفكم بخير، وانتظروا احتمال يعني اصور الوحش، واذا ما صورته فغلسوا وطلعوا. في امان الله شباب، لا تنسون دعمكم.